بخطى حثيثة ورؤية ثاقبة يقود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حافظه الله حراكا سياسيا ودبلوماسيا إماراتيا متواصلا ومكثفا في سبيل حل أزمات شائكة في منطقتنا العربية والعالمية والبحث عن حلول نوعية لها بما يسهم في دعم أمن واستقرار العالم جهود جباره يبذلها عبر قمم متواصله ومباحثات مكثفه بدات من مدينه العقبه الاردنيه مع قاده دول شقيقه وصديقه كما اجرى خلال الفتره نفسها مباحثات هاتفيه مع العديد من قاده ورؤساء حكومات عدد من دول المنطقه والعالم هدفت لتعزيز العلاقات الاماراتيه الثنائيه وتعزيز التضامن الخليجي والعمل على لم الشمل العربي ثلاث وعشرون قمة إماراتية عربية ودولية حضرها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بنفسه لتنسيق الجهود الأقليمية والدولية لمواجهة التحديات والتحولات التي تشهدها المنطقة والعالم كل تلك الجهود الجبارة التي يبذلها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان رئيس الدوله حفظه الله تاتي ضمن سعي الامارات لتعزيز الامن والاستقرار الدوليين حيث اثمرت تلك الجهود بحدوث اختراقات نوعيه في بعض الملفات الشائكه على راسها الازمه السوريه عبر استقبال الامارات للرئيس السوري بشار الاسد في اول زياره له لدوله عربيه منذ احد عشر عاما كما كثف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله جهوده الإنسانية للتخفيف من تداعيات الأزمة الأوكرانية وسط سعي دبلوماسي حثيث لدعم حل سلمي للأزمة وتوجت تلك الجهود بزيارة سمو الشيخ عبد الله بن زيد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي إلى روسيا وإجرائه مباحثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف لدعم هذا المسار. وعلى صعيد القضيه الفلسطينيه فقد اثمرت جهوده بقمه ثلاثيه اماراتيه مصريه اسرائيليه في شرم الشيخ تناولت تعزيز العلاقات بين الدول الثلاث واهميه التعاون والتنسيق والتشاور بما يلبي طموحات الشعب الفلسطيني والتنميه والاستقرار في المنطقه جميع تلك الجهود الدبلوماسيه والسياسيه المتواصله التي يقودها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان رئيس الدوله حفظه الله بنفسه، جعلت من الامارات مناره مضيئه وقبله للسلام يقدم اليها من عصفت بهم عاديات الزمن فاشادوا وتغنوا بالامارات ووثقوا بها وبقياده سموه الحكيمه الخيره وصدقه الكبير في الاخذ بيدهم الى بر الامان. الذي ينشده العالم بدبلوماسيه متوازنه وشجاعه تجاه حل العديد من الازمات